فإذا أردنا أن نفهرس أو نعرف محتوى هذا المتن المبارك متن الأصول الثلاثة tukitaka kujua kilichobeba au madhumuni na yaliomo kwenye kitabu hiki au risala hii mubaraka fa yahtawi ala aqsam khamsa ina vigawanyo au imebeba mambo matano au vigawanyo vitano almasail alarba masail manne walmasail athalatha na masail matatu ولماذا ندرس التوحيد نكونين ابن يسوم التوحيد وشرح الأصول الثلاثة نا شرح الأصول الثلاثة والخاتمة نمشي وكتاب المسائل الأربع مسائل من والمسائل الثلاثة مسائل متات لماذا ندرس التوحيد ونين ابن يسوم التوحيد شرح الأصول الثلاثة شرح الأصول تات ثم الخاتمة نا مشي وكتاب من يعيد لي هذه الأقسام الخمسة ها أخوان بسم الله وانت واقف أحسن مسائل الأربع اصبر ترجم مسائل الأربع مسائل بتات قوانين ابن يسوم التوحيد شرح الأصول الثلاثة شرح يا أصول الثلاثة نومين شو كتاب الله يفتح عليك ومن يذكر لي الأسئلة الخمسة ناني أتكين تجيها زي الأسئلة تان قلنا قبل أن نبدأ في الدرس نسأل أسئلة خمسة لسيما قبل أتجانزا درس أو كتاب تقوليزا ما سؤالي متانو يا كوليزو السؤال الأول سؤالي لكوانزا ما هو لماذا ندرس التوحيد كونيني تنيسوم التوحيد السؤال الثاني سؤال لبيلي لماذا اخترنا دراسة هذا المتن ثلاثة أصول ونيني تمتشغوه كسوما متن يهي ثلاثة الأصول السؤال الثالث سؤال لتات ما هو ما هي الأصول الثلاثة باختصار نزيبي أصول الثلاثة كوفوب أسئلة القبر مسألة يا قبرين أو مسؤال يا كوليزو أمت قبرين السؤال الرابع سؤال الأن من يعرف يا أخوانا نعم ما هي الفائدة أو الثمرة التي نجنيها من دراستنا أصول الثلاثة الخامس يتانو محتوى الكتاب فهرسة الكتاب كتاب كم بنيني كما ملتوا كتاب نيابي يقول يتزام ونقول يصوم وقلنا يحتوي هذا الكتاب على أقسام خمسة قسم كتاب هيجي كم بيبا مامو متانو أو في جوانيو فيتانو من يذكر لي هذه الأقسام الخمسة محتوى الكتاب نعم هذا الأصول الثلاثة هي أصول الثلاثة المسائل الأربع مسائل من المسائل الثلاثة مسائل متات لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس التوحيد قوانين رسوم التوحيد شرح الأصول الثلاثة شرح أصول تات الخاتمة الخاتمة مش وكتاب نعم طيب ما هو الدرس الأول نيبي درس يا كوان أقسام خمسة قلنا إذا الدرس الأول ما هو درس يا كوان نيبي المسائل الأربع إذا الدرس الأول في المسائل الأربع نعم درس يا كوان زا كديك مسائل الأربع نيوت تانزانا نعم المسائل الأربع ما هي مسائل من نياب هو يرجمع طيب نعم المسائل الأربع جمعت في سورة العصر نعم مسائل من يمكسانها كني سورة العصر المسألة الأولى العلم مسألة يكوانزا نعلم نعم المسألة الثانية أن الإنسان إذا تعلم لابد يعمل مسألة بيلي وما بين آدم أكشسوما لازما
afanye kazi au atumie yale aliyosoma. Wa idha taallam la budi yad'u, na akisoma lazima alinganie. Wa idha da'a la budi lahu min as-sabr awwalan ala al-ilm thumma ala al-amal thumma ala ad-da'wa, na akishalingania lazima awe na subra kwenye ulinganizi wake. Lazima mwanzo elimu, kisha amal, alafu da'wa na subra. Naam. Ma ad-dalil ala al-masail al-arba? Ma huwa ad-dalil? Nipi dalili ya haa masail manne? Ma huwa ad-dalil ala al-masail al-arba? Al-ilm wal-amal wad-da'wa was-sabr. Nipi dalili ya hizi masail nne? Ilmu na amal kutumia, na da'wa na kuwa na subra. Naam. Surat al-Asr. Ni Surat al-Asr. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala أخبرنا في هذه السورة أن كل إنسان فهو خاسر. الله سبحانه وتعالى متوميا لن يسرهي قم من كل من أدام يوكو كن يخسارة. واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم. نا أكتوا بديل أو بادي والي واتوا أمو هاو كبات خسارة نوالي وليؤميني نا وكتن دكاز وعمل ودعو وصبر وكواني وني kusoma na kuamini na kufanya amali na da'wa kisha kuwa na subra. Yuqassim al-ulama rahimahumullah ta'ala as-sabr ila thalathati aqsam. Ma'lama wanagawanya sabri kwa vigawanyo vitatu. Sabrun ala ta'ati Allah hatta tuadda, kuwa na subra juu ya ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka utekeleze. Wa sabr an ma'siyati Allah hatta tujtanab, na kuwa na subra kwenye maasi mpaka ujieke mbali nayo. Wa sabr ala aqdari Allah ma yuqaddir Allah subhanahu wa ta'ala ala al-abd marad au faqr au ibtila. Naam. Na kuwa na subra katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu humkadiria mja, ni ugonjwa, ni mitihani mbalimbali, uwe na subra na mambo kama haya. Naam. Wa dhakar qawla al-imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, na ametaja qawla al-imam al-Shafi'i Allah amraham, أن هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق أن يتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبروا. سيماكم بسورة هي يتوشى وسمامش حجة كفيومة كومبا وصومة نواتندكازي نوافن دعوة نوانا صبرا. نعم. والبخاري رحمه الله تعالى بوب وقال باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يكملان ومزيما كن يكتب شاكي aka uita mlango ambao unaonesha elimu kabla ya kusema na kabla ya kutenda kazi. Fala bud qabla an na'mal nata'allam awwalan, kwa hivyo lazima kabla hatujatenda tusome kwanza. Lianna alladhi ya'mal bila ilm fi shabah bin nasara, kwa sababu yule ambaye anefanya kazi au anayefanya amali bila elimu kuna kujifananisha na wanasara. Walladhi yata'allam wala ya'mal fi shabah bil yahud, na yule ambaye anayekuwa na elimu ila haitumii elimu ile kuna kufananishwa na Mayahudi. Naam. Hadha huwa ad-dars al-awwal, hiyo ndio darsa ya kwanza ambayo inazungumzia masail al-arba. Naam. Man yadhkur li madha yani dhakarna fi hadha ad-dars al-awwal, nani atakayezungumzia yale ambayo yalizungumzwa kwenye darsa hii? Naam. برفع الاصبع. نعم. تقف. اخذنا يقول المسائل الاربع. ترجم. تمزغومزيا هذه مسائل نني اجيبوا دوغيتو. الجمله الاولى المساله الاولى هي العلم، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العلم هو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. Masala kwanza ni elimu, na muallifu ameonyesha kwamba ilmu ni ilmu ya kumjua Allah na kumjua mtume na vile vile kufahamu Uislamu kwa dalili. Naam. Almas'ala athaniya al-insan idha ta'allam la budi ya'mal. Masala ya pili, mwanadamu ukishasoma ni utende kazi yale uliyosoma. Naam. Athalitha. Masala ya nne ni kulingania kwa lile ambalo ulo nifahamu au ulolijua. Masala ya rabi'a al-sabr, al-rabi'a al-sabr. Masala ya nne ni kuwa na subra kwenye da'wa.
يصبر على ماذا؟ فقط فقط يصبر على الدعوة، يصبر على العلم والعمل والدعوة. نعم ni subra ni awe na subra kwenye kusoma na subra kwenye kutenda kazi na vile vile subra kwenye kulingania. وذكرنا اقسام الصبر ثلاثة. نعم tumetaja vigawanyo vya sabri vya subra vigawanyo vitatu. صبر على لا اولا الصبر على طاعة الله. Ya kwanza ni kuwa na subra juu ya taa ya Allah mpaka utekeleze zile ibada. الثاني الصبر عن معصية الله. Ya pili ni kuwa na subra juu ya maasi ya Allah bimaana hata uweze kujiepusha. والثالث الصبر على أقدار الله. Na tatu ni kuwa na subra juu ya qadari za Allah aliyokadiria. طيب أنا أترك لكم الآن تقريبا عشر دقائق تراجعوا فيها ما أخذنا وتكتبوا بينكم تجتمعوا الآن دون يعني أن تجعلوا حظ للشيطان أو كلام عن الدنيا فعشر دقائق الآن تكتبوا فيها ثم نعيد الدرس خمسة عشر دقيقة ما في مشكلة نعم لا خمس دقائق مو عشر ها خمس دقائق طيب ثم دكتانو شيخ أتطو دكتانو إلي ينبيا تقو أنديكا كنقول يالي اللي يصميشو أنديكا وزاو شركيانا bora msimpe shetani nasib ya mazungumzo ya kidunia. Naam. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam.